بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، الحكمة العظيمة من إنزال هذا القرآن العظيم وتدبره والعمل به، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وكما قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم على أن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فإنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فدل ذلك على أن المقصود الأعظم هو ليس فقط التعبد بتلاوة القرآن، إنما المقصود أيضا هو العمل بالقرآن العظيم، العمل بالقرآن والتعبد بتلاوته وتدبره والفقه فيه. لا بد من الفقه من كتاب الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: يبعد أن يؤتى قوم من الأقوام كتابا في الطب وغيره ثم لا يستشرحوا، يعني لا يطلبوا شرحه، فكيف بكتاب الله الذي فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة؟ لا شك أن كتاب الله أولى بالشرح والبيان والفقه. فدل ذلك على أن القرآن العظيم يجب على الإنسان يتفقه فيه ويتدبر معانيه، لأن القرآن أنزل للعمل به. وهذه الليلة نقف ونتدارس أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهي آية الكرسي. هذه أعظم آية في كتاب الله بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبي بن كعب فقال: يا أبا المنذر، ما أعظم آية في كتاب الله؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليهنيك العلم يا أبا المنذر. فدل هذا الحديث العظيم على أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وأيضا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حينما جعله النبي عليه الصلاة والسلام حافظا لزكاة الفطر، جعل زكاة الفطر عند أبي هريرة، وجاءه الشيطان في ثلاث ليال، جاءه الشيطان في ثلاث ليال يريد أن يسرق من هذه الزكوات، فكل مرة يقبض عليه ويمسكه ويطلقه بعد أن يتوب أن لا يعود. وفي المرة الثالثة قال: والله لآخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ قال: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك حافظ من الله تبارك وتعالى حتى تصبح. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. والحديث في صحيح البخاري. وأيضا في سنن النسائي، وصححه كثير من العلماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فدلت هذه الأحاديث وهذه الآثار على فضل هذه الآية العظيمة، وهي آية الكرسي. وهذه الآية العظيمة يقول الله تبارك وتعالى فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله كما تعلمون اسم دال على ذات الكريمة سبحانه وتعالى، على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف، ولا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، ما يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، المقصود لا إله إلا هو يعني لا إله يعني المعبود، لا إله يعني المألوه، والمألوه معناها المعبود، لأن التأله معناه التعبد، التأله التعبد، والإله هو المألوه يعني المعبود، يعني الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، تأله القلوب وتعبده محبة وتعظيما. لا إله إلا هو، يعني المقصود من هذه الآية بيان شرح هذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة التوحيد، وأن مقصودها أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه سبحانه وتعالى. وإن كان هناك من يعبد غيره، لكن هذه المعبودات باطلة، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل،
وهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القمر، وهناك من يعبد الأوثان، لكنها كلها معبودات باطلة. أما المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى هو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وكما تعلمون كل اسم من أسماء الله عز وجل يؤخذ منه صفة من صفاته. فمثلا اسم الله يؤخذ منه صفة وهي صفة الألوهية، واسم الحي يؤخذ منه صفة وهي صفة الحياة لله تبارك وتعالى. وكما تعلمون أسماء الله وصفاته يجب أن نثبتها لله تبارك وتعالى كما يليق بذاته وجلاله سبحانه وتعالى. فالحي يعني ذو الحياة الكاملة سبحانه وتعالى، لا يعتري حياته نقص ولا ضعف ولا موت ولا غفلة ولا نعاس ولا نوم، بل هو سبحانه وتعالى حي حياة كاملة سبحانه وتعالى. الحي القيوم، القيوم القائم بأمر عباده سبحانه وتعالى، القائم بأمر عباده والقائم بأمر مخلوقاته والمقيم للمخلوقات جميعا، فهو سبحانه وتعالى المقيم للمخلوقات جميعا. فله سبحانه وتعالى القيومية على جميع المخلوقات، فلا قوامة للمخلوقات ولا قيام لهم إلا به سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة كما تعلمون النعاس، فالله سبحانه وتعالى ذو حياة كاملة لا تأخذه سنة يعني نعاس ولا نوم، ولا يغفل سبحانه وتعالى عن عباده، فهو مطلع سبحانه وتعالى على أسرارهم وما السر وأخفى، كما قال الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا إن الله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له العلم الكامل، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى وما بينهما، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يوم القيامة يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، وذلك لعظيم مقامه سبحانه وتعالى، لعظيم مقامه وعظيم جبروته سبحانه وتعالى، فلا يشفع عنده أحد يوم القيامة إلا بإذنه، ليس كملوك الدنيا كل يتقدم ويشفع، لا، ما يتقدم ويشفع إلا من أذن له الله سبحانه وتعالى. وقد كان لنبينا عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك السنة والآثار له شفاعات كثيرة يوم القيامة، من هذه الشفاعات وأعظم هذه الشفاعات الشفاعة لأهل الموقف، كما تعلمون الشفاعة لأهل الموقف حينما يبلغ بهم الجهد والعرق ويمكثون في الموقف، فيستشفعون بالأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل في أن يقضي الله بينهم إما إلى جنة وإما إلى نار لطول هذا الموقف ولهول هذا الموقف. فجاءوا إلى كما تعلمون إلى الرسل كلهم، إلى آدم وإلى الرسل كل يقول اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. فسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش وألهمه الله عز وجل محامد يحمد الله بها يحمد الله بها. ثم بعد ذلك قيل له: سل تعطى واشفع تشفع. فشفع عليه الصلاة والسلام في أن يقضي الله بين الخلائق يوم القيامة، فيقضي الله بينهم. ثم أيضا له شفاعة أخرى عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة لأهل التوحيد وأهل الجنة في أن يدخلوها، لأن أهل الجنة ما يدخلون الجنة يوقفون حتى يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام بدخول الجنة، يوقفون حتى يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام بدخول الجنة، هذه نوع من أنواع الشفاعة أيضا. وهناك أيضا الشفاعة أخرى، شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل التوحيد وأهل المعاصي، أهل المعاصي من أهل التوحيد يشفع لهم سبحانه وتعالى، أقوام استحقوا النار فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام في أن لا يعذبوا، في أن لا يعذبوا. فالشفاعة كما تعلمون لا تكون إلا لأهل التوحيد وأهل الإيمان، ويدخل في ذلك العصاة لأنهم لم يخرجوا عن دائرة التوحيد، وأما الكفار فلا نصيب لهم ولا حظ لهم في شفاعة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين،
وكما قال الله تبارك وتعالى: ما للظالمين، الظالمين المشركين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لكن الشفاعة لأهل الموقف بما فيهم الكفار هذه مستثناة، لأن هذه شفاعة عامة. شفاعة عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف شفاعة عامة تشمل الكافر والمؤمن، هذه مستثناة. وأيضا شفاعته عليه الصلاة والسلام لأبي طالب شفاعة مستثناة، شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، مع أنه شفع لعمه أبي طالب ليس في أن يخرج من النار، بل شفع له في التخفيف، في تخفيف من عذابه في النار. فالله عز وجل من عظيم مقامه وكمال قوته وجبروته لا أحد يشفع عنده ويتقدم للشفاعة إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني الله عز وجل يعلم ما بين أيدي الناس، يعلم ما يكون منهم، يعلم ما يكون من الأولين والآخرين، يعلم حالهم ومطلع على أخبارهم سبحانه وتعالى. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا يتوصلون إلى شيء من علمه إلا بما أطلعهم الله عز وجل عليه، إما عن طريق الرسل أو بما شاء سبحانه وتعالى من طرق أخرى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما جاء عن ابن عباس المقصود به موضع القدمين، قدمي الرب سبحانه وتعالى، ليس العرش، إنما وسع كرسيه، الكرسي موضع القدمين. ويجب أن نثبت صفة القدمين لله سبحانه وتعالى كما يليق بذاته وجلاله، لا نشبهه بخلقه، لا نقول يد الله مثل يد المخلوق، ولا نقول سمع الله مثل سمع المخلوق، ولا بصر الله مثل بصر المخلوق، ولا قدم الله مثل قدم المخلوق، لا، ما نمثل، ما نشبه. فأسماء الله وصفاته لا تشبه، يجب أن نثبتها لله عز وجل من غير تكييف، ما نقول كيفية كذا وكذا، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن الاستواء، استواء العرش، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنؤمن بأن الله عز وجل له قدمين، وأن هذا الكرسي هو موضع القدمين، وقد وصفه الله عز وجل هذا الكرسي، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان الكرسي فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة كرسيه سبحانه وتعالى موضع القدمين، وهو أعظم من السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فكيف بعرش الرحمن؟ لا شك أن عرش الرحمن أعظم وأعظم سبحانه وتعالى. ويأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحمل عرشه ثمانية من الملائكة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني الله عز وجل ما يؤوده، ما يثقله، ما يثقله حفظ السماوات والأرض ولا ما فيها ولا ما بينها من المخلوقات، ذلك ما يعجزه سبحانه وتعالى، ولا يشق عليه، ولا يثقله سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. اسمان من اسماء الله عز وجل يؤخذ منه صفتين من صفات الله عز وجل، وهو العلي صفة العلو، والعظيم يؤخذ من صفة العظمة لله سبحانه وتعالى، فله صفة العلو. فالله عز وجل العلي، العلي يشمل ثلاثة أشياء: له سبحانه وتعالى علو الذات، علو الذات، لأن ذاته فوق العرش، لأن الله عز وجل بائن من خلقه، ليس مثل ما يقول بعض الناس أن الله عز وجل معنا في كل مكان. نعم، هو معنا في كل مكان بعلمه، بعلمه وإحاطته، أما ذاته لا، ذاته فوق العرش كما قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. أما هو معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه سبحانه وتعالى. فيؤخذ من هذه صفة العلي، يعني العلي ذاته، علو الذات وفوق العرش سبحانه وتعالى. ويؤخذ منه علو القهر، علو القهر والسلطان، له علو القهر والسلطان سبحانه وتعالى، وله علو أيضا الشرف والقدر. كل هذه الأنواع تدخل في كلمة العلي. فله سبحانه وتعالى علو الشأن وعلو القدر وعلو القهر والسلطان وعلو الذات، فذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى، وهو مستوى على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. العظيم أيضا صفة، اسم من أسماء الله يدل على صفة العظمة،
لله سبحانه وتعالى. العظيم هذه صيغة مبالغة على وزن فعيل، عظيم على وزن فعيل صيغة مبالغة، يدل أن الله عز وجل له العظمة الكاملة، فهو عظيم سبحانه وتعالى، عظيم في أسمائه، عظيم في ذاته، عظيم في ذاته سبحانه وتعالى. لا أحد أعظم من الله، ولا أحد أكبر من الله سبحانه وتعالى. وعظيم في أسمائه سبحانه وتعالى، وعظيم في صفاته سبحانه وتعالى، وعظيم في أفعاله سبحانه وتعالى، لا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فهذه الآية العظيمة أيها الإخوة كما سمعتم قد اشتملت على معان عظيمة، اشتملت على توحيد الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واشتملت على شيء من أسماء الله وشيء من صفات الله سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله الحي القيوم، العلي العظيم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، واشتملت على إحاطة سبحانه وتعالى وعلمه بكل شيء سبحانه وتعالى. فهي آية عظيمة ينبغي للمؤمن أن يحرص على قراءتها دبر كل صلاة كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقرأها قبل النوم كما ثبت ذلك أيضا في الحديث الصحيح، وأيضا أن يتدبر معانيها ويعمل بما فيها، يعمل بما فيها، لأن القرآن أنزل للعمل به ولتدبره. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا.